الحشد هو هيئة مقاتلة بقانون، وشرع هذا القانون تحت قبة البرلمان، وكان لنا السبق في هذا القانون وإصداره وتنظيم هؤلاء المقاتلين الذين خرجوا بالفتوى الشهيرة للسيد السيستاني أدام الله ظله، ودافعوا عن العرض والأرض، وذهبت الدماء من هؤلاء الشباب، واليوم نحن نحتفي بهم ونستقوي بهم، وشوكة العراق تقوى بهؤلاء المقاتلين الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل العراق ومن أجل أرض العراق ومن أجل أن تعلو سيادة وهيبة هذا البلد. ولكن السجال السياسي سجال مختلف وحوار مختلف، فلا نخلط الأوراق ولا نكيل أو نكيل التهم بدون وجه حق.